بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة طفس 26/9/2012 تم استهداف المدارس في مدينة طفس من الطيران المروحي وإلقاء براميل مليئة بالTNT على هذه المدارس، وكان عصابة الأسد وجنود الأسد لا يريدون التعليم. انظر إلى هذه الباحة التي يلعب فيها الأطفال في وقت فرصهم، وانظر إلى حجم الدمار والخراب، وتم تدمير الصفوف عن بكرة أبيها في هذه المدرسة، وانظر إلى المكان الذي تم فيه استهداف هذه المدرسة. لو كان يوجد أطفال لصار مجزرة حقيقية. بشكل يومي مدفعية وطيران مروحي وقذائف هاون، وكأنهم لا يريدون أحد أن يتعلم ولا أن يسكن أحد في هذه المدينة. انظر إلى هذه الجورة من جراء إلقاء برميل من الطيران المروحي. طيارة الهليكوبتر وقفت فوق هذه المدرسة وأرادت أن تلقي البراميل الفراغية أو البراميل المليئة بالTNT. انظر إلى هذه الجورة. أيها المسلمون، إلى متى وآل الأسد وجنود الأسد وعصابة الأسد وأمن الأسد يلعبون في الأرض ويفسدون؟ أعوام عديدة وسنة ونصف من الثورة ونحن نشاهد اليتامى ونرى الأيامى، ثم بعد ذلك نتعامى ولا يحرك فينا ذلك حتى إبهامى. أين الضمائر الحرة في قلوب الرجال؟ عصابة آل أسد لا تريد لأحد أن يتعلم ولا تريد لأحد أن يدرس ولا تريد لأحد أن يعيش بحرية ولا بكرامة. نطلب من العالم ونناشد العالم بأسره أن ينقذونا من عصابة الأسد. ثورة درعا بحاجة إلى سلاح ثقيل. أنقذونا، نناشدكم الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.